تم اليوم تحقيق جولة ميدانية على المشاريع التي تنفذ من قبل مديرية مجاري نينوى، كما تخللت الجولة زيارة قسم من المناطق للمواطنين الذين وردت شكواهم. ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة حي الزهراء الفرع الثاني المدخل الثاني ومنطقة التعليم العالي، حيث أن هذه المنطقة هي خارج حدود البلدية ولكن تحتاج إلى شبكة مجاري بالإضافة إلى أعمال تبليط وإكساء شوارع. تم الاتصال مع قسم التطوير الريفي وتم التنسيق لغرض إعداد كشف مشترك، وإن شاء الله سنتواصل مع السيد المحافظ الأستاذ نجم الجبوري لوجود مشاكل عالقة ما بين الجمعيات وبين أصحاب الأراضي فيما يخص منطقة حي الزهراء. أيضا وجهنا كوادرنا بإعداد كشف لمعالجة مشكلة تجمع المياه في قسم من الأفرع المجاورة لمناطق تجاوزات لمعالجة هذه التجمعات إن شاء الله بأقرب وقت ممكن.